المتعايشين مع فيروس الـ HIV عم بيعانوا من الوصم والتمييز بالمؤسسات الصحية. شو ما كان وضعك الصحي، من حقك المحافظة على سرية معلوماتك الطبية. ما بحق لأي شخص بمركز صحي، مستشفى أو مختبر كشف أو نشر أي معلومات عنك من دون موافقتك. أي انتهاك أو تداول لمعلومات بتخصك مخالف للأداب المهنية. خبرينا قصتك. خبرنا قصتك.